يعطيكم العافية. اليوم لجنة الاقتصاد اجتمعت بحضور الأعضاء المقرر ومعالي وزير الصناعة جورج بوشيكيون، معالي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ومدراء عامين من وزارة التجارة دكتور محمد أبو حيدر ودكتورة هلا عبد الله من وزارة الزراعة ومالك منصور من وزارة الخارجية والسيدة شانتال عقل كرم مدير عام وزارة الصناعة. واستضفنا السيد محمد عامر يلي هو من لجنة الاقتصاد وعضو بالبرلمان الشبابي. كان في شقين بهالاجتماع. الأول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية اللي درست قانون حماية المستهلك، وأضفنا لهالقانون مادة إضافية هي المادة 135 يلي تحكي عن تثبيت المتعاقدين. ناقشناها شوي وأقرينا القانون ورح نحيله للأمانة العامة ليروح على الهيئة العامة. الشق الثاني كان هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الأجنبية، وكان نقاش مثمر جدا لأنه نحن كنا باجتماع سابق حكينا وطلبنا من وزارة الاقتصاد أنه هي تكون الجامع لوزارة الزراعة والصناعة والاقتصاد وكل الوزارات المختصة لحتى ندرس بالتفاصيل كل اتفاقية بين لبنان أو المعاهدات يلي مع الدول الأجنبية. هيدا صار بس صار جزئيا. فاليوم كانت توصية اللجنة انه يكفوا شغلون. نحنا عنا سلطة رقابة، هن الوزارات لازم يقرروا اي اتفاقيات لازم تكفي، ايها لازم تتعدل، ايهن في مشحفين بحق لبنان. هيدي السلطة التنفيذية اللي بتقوم بهيدا المجال. صار في نقاش من الأعضاء لجنة الاقتصاد عم بيقولوا انه في شو تداعيات هالاتفاقيات على الايرادات يلي اليوم نحن عم نناقش الموازنة 2024. مثلا بالاتحاد الاوروبي نحن عم نستورد تقريبا 8 مليار منهم ومنصدر اقل من 600 مليون. فهل هالاتفاقية هي منيحة لنا او مشحفة بحقنا؟ النقطة اللي أثارها وزير الصناعة هي أنه دايماً بالاستيراد والتصدير لازم نكون حاطين تركيز على حماية الصناعة المحلية، لأنه هي حماية الصناعة المحلية هي بتحمي وطننا. رجعنا حكينا عن اتفاقية تيسير وصار في نقاش و أثار الوزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية اللي كانوا الأسبوع الفائت بلبنان، أنه في أسواق كتير جديدة. فمثلا في أسواق فيها دياسبورا لبنانية وهي الأسواق هي كبيرة كتير، وعطى مثل نيجيريا اللي فيها 300 مليون نسمة وفيها طبعا عدد لبنانيين كتير، في حين نحن عم نتزمر أنه تسكرت بوجنا بعض الأسواق. اوكي تسكرت بس في عنا مجالات انه نحن نتوسع لأسواق جديدة، وهذه كانت فكرة كتير مهمة. نقطة اضافية هي انه نحن اذا شفنا انه في اتفاقية مثل الاتحاد الاوروبي في اشحاف بحقنا فينا نطلب فترة سماح، فترة سماح لفترة انه يتعافى الاقتصاد اللبناني. وبالمعاهدات في كلوز بموضوع فترة السماح. هذه فترة السماح هي لفترة محدودة، فركزنا كتير على فتح أسواق جديدة، صار حديث على أمريكا الجنوبية، وننمي ونقوي الأسواق المحلية. يا أخوان في دول اليوم عم تشتغل على بناء مستقبل للعشرين وثلاثين سنة القادمة. في نحن في وقت اللي نحن اللي كنا رواد بهالموضوع عم نتخبط بأزمة اقتصادية ومالية وهجرة شبابنا والطاقات الشبابية لدول الاغتراب، نحن بحاجة
يكون في تعاون أكثر بين المجلس النيابي والوزارات يلي هي السلطة التنفيذية. صار في حديث من بعض النواب على كيف فينا نزيد إيرادات الدولة بموضوع التفئة، أنه كل الناس تدفع تفئة ونلغي هالمينيموم يعني الإلزامي، أو مشروع أنا تقدمت فيه إلغاء الضرائب على الصناعيين لأنه أمل لبنان هو الصناعة المحلية، وصار تركيز على وقف التهريب لأنه كيف نحن بدنا نزيد إيراداتنا وننمي صناعتنا وقت اللي حدودنا كلها فيها تهريب. أولوياتنا طبعا هي التصدير، بس في كتير من اتفاقيات صارت على أولويات سياسية، يعني فكرنا بالسياسة وراح الاقتصاد دعس فيها، يعني ما كان الاقتصاد هو الأولوية، كان بدنا نسير بعض الدول. اليوم نحن بحاجة انه نسير وطننا بالدرجة الأولى. عطوا مثل بالأردن، صار بالأردن أخذ قرار ذاتي ببعض الأمور يلي هي ما بتناسبنا، فلازم نحن يكون سباقين للمناقشة. وفي موضوع هامش الإغراء، لهذا هامش الإغراء بيأثر كتير على تعديل الرسوم والضرائب. حكينا عن اتفاقية أغادير، في بعض الدول العربية مش عم تمشي باتفاقية تيسير، عندها بتركز أكتر على الاتفاقيات الثنائية. حكينا عن موضوع المغرب، ودولة المغرب هي دولة شقيقة كتير متقدمين بالصناعة وبالزراعة، ونحن أكيد رح نفتح أبوابنا لكل المعاهدات يلي هي بتجيب فائدة على وطننا. لجنة الاقتصاد رح طلبت من مجلس الاقتصاد الاجتماعي والبيئي استاذ شارل العربيد التعاون معنا أكثر لحتى موضوع الاتفاقيات بالأسابيع القادمة يكون عنا خلاصة من هالوزارات لحتى نشوف إذا نحن ماشيين بالطريق الصحيح أو لا. بهالمناسبة أنا بحب أقول إنه لجنة الاقتصاد أبدت الشجب على الشيء الإبادة اللي عم بتتم بغزة بالأراضي الفلسطينية، وحكينا اتطرقنا للإبادة الأرمنية في أرتساخ، ونحن مع العدالة بأي دولة بالعالم، وأيضا تحية للشهداء يلي عم يوقعوا على الأراضي في الحدود الجنوبية، الشهداء اللبنانيين. وشكرا.